بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندسة سماح وبنكمل شرح الماث للصف الرابع الابتدائي لغات. Lesson 5 Common Multiples for Two or More Numbers and Lowest Common Multiple LCM. LCM يعني Lowest Common Multiple. Example، هنبدأ نقول الأول إيه Lowest Common Multiple. A common multiple of two numbers is a multiple of each of these two numbers. الكلام ده page 150 في المعاصر اللي يحب يتابع معنا. احنا كنا عارفين ان المالتيبل اوف اني نمبر هو ايه، كاني بكتب التيبل بتاع النمبر ده بس ببدا بالزيرو. الكونديشن اللي عندي ان انا لازم ابدا بالزيرو. اكزامبل يعني the multiples of 4 are 0 اللي هي بتيجي من 4 by 0 4 بتيجي من 4 by 1 8 بتيجي من 4 by 2 12 بتيجي من 4 by 3 16 بتيجي من 4 by 4 20 بتيجي من 4 by 5 24 بتيجي من 4 by 6 28 بتيجي من 4 by 7 32 دي بتيجي من 4 by 8 36 بتيجي من 4 by 9 40 بتيجي من 4 by 10 and etc. ممكن أكمل يعني 4 by 11 4 by 12 4 by 13 and so on. يعني لما يقول لي أو أنا عايزة أكتب المالتيبلز of any number هكتب على جنب كده كأني بكتب التيبل بتاعه، النمبر في 0 والنمبر في 1 والنمبر في 2 والنمبر في 3 والنمبر في 4 and so on، وهاخد البرودكتس النواتج بتاعة التيبل دي هي اسمها المالتيبلز. ايه يعني ايه المالتيبلز؟ يعني مضاعفات الرقم، مضاعفات النمبر. يعني طبعا لما اضرب ال 4 by 1 هيديني 4، لو ضربته by 2 4 by 2 يعني لو ضربت 4 by 1 equal 4 4 by 2 equal 8 4 by 3 equal 12 يعني بضاعف الرقم، بضاعف الرقم، فهي اسمها multiples of number يعني مضاعفات الرقم. وبتيجي منين؟ هي نواتج التيبل بتاع النمبر ده. اوكي the multiple of 6 r، عرفنا طبعا multiple بقى هتيجي ازاي، فهي 0 6 12 18 24 30 36 42 and so on. اوكي هجيب هشوف المالتيبلز اوف تو نمبر، هشوف الكومن مالتيبلز اوف تو نمبر واحط عليها دايره 0 وال12 وال24 وال36 ولو دورت تاني اكيد هلاقي. ف المالتيبلز الكومن مالتيبلز اللي عندي ال0 وال12 24 و36 يبقى دول هم الكومن مالتيبلز، مش كلهم يعني، دول سام كومن مالتيبلز اوف ذيس تو نمبر. بس هنا في ريمارك، طبعا بعد ما طلعت الكومن مالتيبلز او سام كومن مالتيبلز اوف 4 اند 6 عايزة أجيب الـ LCM أو الـ Lowest Common Multiple. إيه اللي أنا هعمله؟ هختار أقل Common Multiple يعني هختار الـ 12. هنا الـ Remark اللي عندي إن أنا ما اختارش الـ 0 أبدا، مش ممكن يكون الـ 0 LCM، مش ممكن يكون LCM. زي ما أنا قلت قبل كده إن أنا ما اختارش الـ 1 HCF، هنا ما اختارش ال0 LCM. اوكي فهيكون هنا عندي ال LCM هو ايه؟ ال12 اول common multiple بعد ال0. خلاص يبقى ال HCF can't be 1 وال LCM can't be 0. فهو كتب لي the lowest common multiple for a set of numbers is the smallest number other than 0. Other than zero, that is divisible by each of these numbers. طبعا مادام multiple يبقى divisible.
then it is a multiple for each of these numbers individually, of each numbers individually, and is abbreviated as LCM. Okay. طيب عايزين نعرف طرق حساب ال LCM. The first method. The first method واللي هي احنا شرحناها اننا 1. Find the multiples of each number. Find the common multiples of these numbers. The smallest common multiple other than 0 of them will be the LCM. Okay. هنا عندي other example. Find the LCM of 9 and find the LCM of 9 and 12. هو عادة في الامتحان بيجيب لي أرقام صغيرة زي دي يعني، لكن احنا لازم نعرف الطريقة التانية عشان لو جاب أرقام كبيرة نسبيا. هكتب the multiples of 9 are 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 and so on. The multiples of 12 are 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 and so on. طبعا احنا خلاص عارفين ان ده التابل بتاع كل number beginning with 0. The common multiples of 9 and 12. هبص على المالتيبلز اللي انا طلعتها واحط دايرة حوالين الكومون. الزيرو لكن can't be LCM. ال 36 ال 72. فطبعا the common multiple of 9 and 12 the common multiples of 9 and 12 other than 0. مش هاخد الزيرو. 36 72. طبعا انا بدور على LCM lowest اصغر واحد. LCM of 9 and 12 is 36 اصغر واحد او اول واحد يقابلني بعد الزيرو. اوكي. السكند ميثود. السكند ميثود هي طريقه الديفيجن، ودي طريقه قلنا مور كومون، وبطلع منها ال HCF وال LCM على طول، فيا ريت استخدم الطريقه دي دايما. Find the LCM of 18, 27 and 36. هعمل division. ال 18 قلنا أول حاجة أشوف ال unit digit. لقيته even. Even number يبقى هبدأ division بتاعتي بال 2. 18 divided by 2 equal 9. هكتب ال 9 على ال left side. 9 أبص عليها. Can be divided by 2. Divided by 3. 9 divided by 3 equal 3. هحط ال 3 on left side. 3 divided by A divided by 3 equal 1. لغاية لما أوصل للكوتنت 1. اوكي. ال 27. هبص على ال digit unit. مش even, not even number. The odd number. طيب أبدأ أجمع ال its digit. 2 plus 7 equal 9. يبقى can be divided by A 3. أقدر أبدأ الـ 8 division بتاعتي بالـ 3. 27 divided by 3 equal 9. هكتبه on left side. 9 can't be divided by A by 3. يبقى 9 divided by 3 equal 3. Divide by 3 equal 1. 36. هبص للـ unit digit. ألاقيها even number. أوكي. حقيقة هنا هو بدأ بتلاتة. بس إحنا بنمشي على نفس السيستماتيك بتاعنا، لازم نبدأ بالتو. او هنا كاتب التلاتة غلط، لان هو الحقيقة الافضل ان انا ابدأ الديفيجن بالتو واقول ان 36 divided by 2 equal 18 وبعدين ال 18 divided by 2 equal 9 وبعدين ال 9 divided by 3 وبعدين ال 3 divided by 3 لغاية لما اوصل للكوتنت 1. هي هتطلعي نفس النتيجة الحقيقة، بس احنا بنمشي بنفس السيستماتيك. اوكي. هبدا اكتب بقى. اكتب ان ال 18 equal 2 by 3 by 3. اوكي. اكتب تحتيها ال 27 equal. هرسمهم بالشكل ده عشان يبقى اسهل لي. هاجي اكتب ال 3. طبعا 27 3 by 3 by 3. هكتب ال 3 تحت ال 3 الاولانيه
باي 3 تحت ال 3 الثانيه، وال 3 الثالثه هخليها لوحدها. اكتب ال 36 تحتهم ايكوال 2، هكتبها تحت ال 2 الاولانيه، باي 3 تحت ال 3 الاولانيه وال 3 الثانيه، باي 3 تحت الصف الثاني من ال 3، باي 2 ما ينفعش اكتبها تحت ال 3، هكتبها بعيد شويه. اجي احسب ال LCM، ليها طريقه بقى. يعني انا كنت بقول في ال HCF لازم اخد الكومون في النمبرز اللي عندي، يعني لازم لما اخد رقم يكون كومون في ال 2 اور 3 نمبر، ما ينفعش يكون في نمبر واحد بس او في اتنين من التلاتة، لازم يبقى كومون في ال 2 نمبر اور 3 نمبر. هنا هاخد الكومون وهاخد اللي مش كومون، يعني التلاتة 3 اللي تحت بعض هاخد منهم 3 واحدة، والتلاتة 3 التانيين هاخد منهم 3 واحدة. طيب هروح هلاقي 2 2s، يعني اتنينتين ومش متكررة في 27، هاخد منهم واحدة. هلاقي طيب عندي 3 في الفاكتورز بتاعت ال 27 وهي مش متكررة في ال 18 او في ال 36، هاخدها. هلاقي عندي 2 فاكتور فين؟ عند 36، ودي مش متكررة في ال 27 ولا في ال 18، هاخدها. يعني ال LCM باخد من كل العوامل واحد، مش شرط يكون يعني common، بس لازم ارصهم بالطريقة دي، مش هاخد كل العوامل طبعا. يعني تاني هقول تاني، التلاتة 3 اللي تحت بعض هاخد منهم واحد، والتلاتة 3 التانيين هاخد منهم واحد، والاتنين 2 دول هاخد منهم واحد. طب عندي 3 لوحديها ملهاش نظير، يعني ملهاش مقابل في الرقمين التانيين، هاخدها. وعندي 2 ملهاش نظير، هاخدها. هيبقى ال LCM 2 by 3 by 3 by 3 by 2 equal 108. اوكي. لكن لو انا بحسب ال HCF هقول ايه؟ التلاتة 3 هاخد منهم واحد، والتلاتة 3 تانيين هاخد منهم واحد، مش هقدر اخد من التوهات دي اللي عندي لان هي مش كومن، ومش هقدر اخد ال 3 ولا ال 2. هيبقى ال HCF ايه؟ 3 by 3 equal 9. اوكي. طبعا هنا هو مديلي اكزامبل بسيط جدا، عايز ال HCF وال LCM لل 10 ولل 15. هاخد ال 10 واعمل لها فاكتورايزيشن 10، طبعا ده ايفن نمبر، هبدا بال 2، 10 ديفايد باي 2 ايكوال 5، 5 ديفايد باي 5 ايكوال 1. ال 15 هبص لليونت ديجيت، هو مش ايفن نمبر يبقى مش هبدا بال 2، هجمع 2 ديجيت 1 بلس 5 ايكوال 6 يبقى هتنفع ل 3، هبدا بال 3. 15 ديفايد باي 3 ايكوال 5 ديفايد باي 5 ايكوال 1. اوكي، هرصهم بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه، ال 10 ايكوال 5 باي 2، ال 15 ايكوال 5 باي، هسيب ال 2 ابعد باي 3، هكتب ال 3 بعيد، مش هكتبها قدام التول لان احنا بنرصها بالشكل ده، الارقام اللي شبه بعض تحت بعض. ال HCF عندي ايه الكومون؟ ال 5 هي كومون في الاثنين يبقى هاخدها. عندي حاجه تانية كومون؟ لا. يبقى ال HCF عندي ايه؟ ال 5. ال LCM عندي ادي 2 5 هاخد منهم واحده، عندي 2 هي مش كومون هاخدها، عندي 3 هي مش كومون هاخدها. يبقى ال LCM 5 باي 2 باي 3 equal 30. اوكي. في هنا عندي تشيك بسيط، لو ضربت ال HCF by LCM equal 5 by 13 equal 150، وده هنلاقيه هو لو ضربت ال 2 نمبر الاصليين اللي هو مديهم لي، لو ضربت ال 10 by 15 equal 150. اوكي. فيعني في اخر البروبلم كده ممكن اعمل تشيك ده عشان اشوف الحل بتاعي صح يعني او غلط. يبقى thus HCF by LCM equal the product of the two numbers. اوكي. وهنا في remarks هو كاتبها لي ان ال product of any two numbers equals the product of their HCF and LCM. ده لل two numbers. 2 0 is a common multiple of all whole numbers. اوكي.
but it isn't a lowest common multiple. أبدا مخدوش lowest common multiple. أوكي okay؟